الخيل، الخيل، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله؟ ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية قواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، وهو كل واحد يشمع الفتلة كده اهو، ويلسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لأكون أنا اللي ضربه. ابتدي. شوف حل مع الطلبة دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصة. ليه؟ اصل الولاد في حالة مش طبيعية وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكم، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان، الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر؟ بتتريق عليا ولا ايه؟ قولي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر، الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما. هاتي هاتي ابوس ايدك دي، جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان، ماشي. تعالى كلك لقمه. انا مش عارفه انت واخد السنه من اولها على الحمل كده ليه ياما. ما انت عارفه ياما، عارفه التعليم بالنسبه لي ايه. اول يوم في الدراسه ده هو كان عريس رايح لي دخلتي فورا. طب يلا اعملها بجد ان شاء الله. على الاقل افرح بيك واطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا امي، بعد الشر. وبعدين هو انا لقيت حاجه حلوه يعني قلت لا، اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر، ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ ليه؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في داهية. ما هي وحشة ده، انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم. التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى الاولى. استغفر
استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني انت وانا مش قايل لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم؟ اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندم 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ها؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه. لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. انسه. مين يا اخويا؟ انسه. مين انسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندم. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. مين يا اخويا؟ اتو. مين اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فاضل له يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. ايه دي؟ ايه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعالى لي يا دموك انت روخر. اه يا دموكي مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب حيات حيات لما انا لما حياتي لا. صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، انا قابلت النهارده تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطه القشطه ما شاء الله، وفتحت امها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. شقايا راح يما. شقايا اللي قضيته في التربيه والتعليم راح يما. ده انت ليه تكسودي على دين انت اللي خلفوك. فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شاي بشاي دهون؟ دم عوضين واهله هيسيح زي الشاي دهون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كتب لي في الكراسه بوس الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا قاعد امتع في صوتي وهو يكتب لي بوس الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيه عليه يعني هربيه. صدقت الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولانا. يا جماعة اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجاي تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا احلى. والله ولسه فيك نخوة يا بلد. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقولة ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عينك ده؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب.
انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه يتنايل يدخل. ياسو ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ ده كول داون. انا كنت بحوش عنه. الفاس كله كانوا بيتخانقوا وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخلص خالص. انا هنقلك من المدرسه دي. هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء من ايد ولادهم من عندي.